قلتم أن حاله هو حال الإمام والمؤذن، فنسأل هل يشمل عدم طلب هذه المهنة؟ طلبها. نحن نعلم أن الإمام لا يطلب الإمامة، فهل كذلك المؤذن؟ كذلك المؤذن، لأنه آدم الله من الدولة. حتى الأعمال الدنيوية ما ينبغي الإنسان أن مثلا يسعى يسأل الشركات أو هذا أو هذا؟ لا أنا ما أقول هذا، كل شيء مكروه. هو الطلب بعامة، لكن البحث السابق أخص من هيك. يعني يتعلق بمثل الشرعية. أما المسألة أما مثل هذه خاصة، يعني كان يسأل مثلا مثلا أنا كنت في مكة أمشي مثلا أسأل الشركات والمكاتب. في مال يا أخي.